سيد عقيل الموسوي. الأستاذ الدكتور نعمة دهش فرحان الطائي عميد كلية العلوم الإسلامية جامعة بغداد. يعني الأستاذ الدكتور سعد علي زاير. حاج علي دراجي. الشيخ بسام الزيادي. طالب إعلام تخصص علوم تربوية ونفسي. موظف في الهيئة العليا للحج والعمرة. شهر محرم من الأشهر الذي ارتبط بحادثة وذكرى لا يمكن في يوم من الأيام أنه يعني يطويها النسيان وتتلاشى، على اعتبار أن هذه الذكرى لها ارتباط بالثابت والدائم الله تبارك وتعالى. هي لا تجد الجمل ولا صياغة جمل كافية أن تصف هذا الشهر بحد ذاته، لكن كل ما أقول لك أنه هو تنشيط للذاكرة الحسينية، ثورة انتصار الدم على السيف. الإمام الحسين سلام الله عليه انطلق من منطلق الإنسانية، ومفهوم الإنسانية هو مفهوم خالد يحاكي جميع الأزمنة، الماضي والحاضر والمستقبل. هذا سر من أسرار الخلود للقضية الحسينية سلام الله عليه، لأنه حاكى واقع الإنسانية، لأنه خرج لأجل الإنسانية، خرج لإصلاح ما كان يحتاجه الإنسانية آنذاك، ويمتد هذا الإصلاح في ذلك الزمن وفي زمننا الحاضر. ولذلك عندما خرج الإمام سلام الله عليه كان شعاره الإصلاح، والله إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فحينما نقول مظلومية هي مظلومية الإنسانية عامة منذ التاريخ، منذ تأسيس التاريخ ولحد اليوم وإلى قيام الساعة تبقى هذه المظلومية تحكي عن معركة التوحيد ضد الانحراف. هي اليوم مو الانتصار يعني مثل ما نقول المادي، المعنوي. الإمام الحسين سلام الله عليه انتصر على السيف. حب الحسين عليه السلام ينمو، شوف الطفل الرضيع ينمو على 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 محبة الحسين. تشوف كررت لك آني جميع الطوائف وجميع العالم من تذكر قضية الإمام الحسين ما أعتقد راح توقف إلى مرحلة معينة، بل هي إلى ظهور الإمام الحجة عبد الله تعالى فرجه الشريف. للأسف وهذا غير متواضع، نحن أحيانا نصف المظلومية بقضية البكاء، البكاء على الحسين مطلوب منا جميعا، لكن ليست بما يحدث في الوقت الحاضر أبدا. أنا ضد هذا الأمر، أنا أريد أن يكون البكاء بالتطبيق، بأن نرى ماذا أراد الحسين، ماذا قال الحسين، الأفعال التي فعلها الحسين نأخذها واحدة واحدة قطرة قطرة ونطبق منها ولو 10%، صدقني سنكون على منهج كما يريد الحسين عليه السلام، وهذا ما نطمح إليه جميعا إن شاء الله. ما يقدمه الإنسان لكي يساهم في رفع الحيف عن شخصية الإمام الحسين عليه السلام وعن واقعة كربلاء وما جرى فيها، هو أن يعيش كربلاء كمنهج، أن يعيش كربلاء كمنهج في حياته، في تعاطيه مع الناس، في تعاطيه مع نفسه، تعاطيه مع الأسرة. كربلاء وإن كانت كحادثة وكملحمة تختزل من الألم الشيء الكثير، ولكنها تمثل احتياطيا كبيرا من الدموع ومن الأكف المرفوعة إلى السماء التي تمثل لوحة ينهل منها كل إنسان بحسبه، ففيها قد وقعت حوادث تمثل كل أطياف المجتمع، علاقة الإبن بالأب، علاقة العم بابن الأخ، علاقة الأخ بالأخ، علاقة الأخ بالأخت، علاقة الرجل بأصحابه. قبل ليلتين، الليلة الماضية وقبلها، كنت في حضرة الإمامين الكاظمين عليهما السلام في موكب، معايا حفيدي والله عمره 2 3 أشهر، لبسه الأسود، لبس الطاقية يا حسين، خلى بيده أول مرة يلزم الزنجيل مع الأطفال، خالة خلى بيده، فبالموكب شيت بالنص، عالم قام تصرخ، قام أخذوا له الصور موجودة أبعثك إياها، وقام هيك يعني لا إرادية، أنا دكتور سعد والله ما أعرف الزنجيل، هو تلقائي باوع عليهم. فهذه الفطرة يعني ايش تتوقع بكرة ابن يصير عمره 6 و10، شو راح يجمع وشون يلم وشون مو بس الغالي والنفيس يعطيه الإمام الحسين. نتمنى أنه كل ما نملك أنه يكون الإمام الحسين فقط. الصراع قائم ما بين خط التوحيد وخط الانحراف إلى قيام الساعة، سوف تبقى هذه القضية هي المحرك والداينامو لكل الثورات التي تناهض الظلم والظالمين. الكلمة الحق بوجه سلطان جائر جهاد، فأبو عبد الله سلام الله عليه جاء هدف الله حق الجهاد. لذلك نحن نقول نسعى
في أن نقدم القليل القليل حتى يرضى الله تبارك وتعالى عنه.